السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، معكم سيف من قناة حسن أرابيسك للإبداعات الخشبية. تعالوا كده تعالوا أوريكم النهاردة إطباق من الخشب بأشكال ومقاسات مختلفة. تعالوا معايا كده. لما انتوا شايفين دي الطبق لما شكل مختلف معانا الطبق ده. ده شكل مختلف. ده طبعا مصنوع من الكونتر الفنلندي. هو كده لسه مخلص، ده كده خلصان، بس لسه يعالج بمواد طبيعية بزيوت طبيعية غير مضرة للأطعمة وحافظة للخشب. وهنا لسه دول هنشغل فيهم، تلات اطباق برضو شغال فيهم. وديت المنتجات اللي خلصت. ويا رب الفيديو يكون نال اعجابكم، وانتظرونا في فيديوهات قادمة.